تتوقع الأمم المتحدة أن يعيش حوالي 70% من سكان العالم في المناطق الحضرية بحلول 2050. لذا يتعين على المدن إيجاد حلول ذكية للتحديات المقبلة. لكن أي انعكاسات سيكون لهذه الحلول على الاقتصاد والسياحة الحضرية؟ توجهنا إلى قمة منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة المنعقدة في نور سلطان لنغوص أكثر في هذا الأمر. في العام الماضي بلغ عدد السياح الدوليين 1.4 مليار شخص، وذلك بفضل التقنية الذكية الجديدة، ويتوقع الخبراء أن يرتفع العدد أكثر. تعد السياحة الحضرية مهمة في التنمية الحضرية المعاصرة، وعلينا أن نطور 5 محاور مثل الجانب التقني والابتكارات. ولا يجب أن ننسى مسائل مثل استدامة الخدمات وسهولة الوصول إليها فضلاً عن طريقة إدارتها. المشاركون في المؤتمر يؤكدون على أن استقطاب السياح يجب ألا يكون على حساب السكان. يجب أن يكون المواطنون أهم عنصر في مقاربتنا. إذا كنا نسعى إلى إيجاد مكان جيد للسياح، يجب أن يكون لدينا أولاً مكان جيد لسكان المدينة. السياحة تتسع بتسارع كبير، وعلينا أن نراعي عدم المبالغة في ذلك. اختيار نور سلطان لاستضافة قمة منظمة السياحة العالمية لم يأتي من العبث، فقد تضاعف عدد سكان هذه المدينة 3 مرات منذ التسعينيات، فضلاً عن أنها مدينة حديثة تسمح بتطوير مقاربة حضرية معاصرة. قبل 20 عاماً كان عدد سكان المدينة أقل من 300,000 نسمة. اليوم يعيش أكثر من 1 مليون شخص في نور سلطان، ونحتاج إلى تقنيات حديثة لتسهيل حركة الأشخاص. بعدة نقرات فقط يتيح هذا التطبيق للمستخدم الوصول إلى أكثر من 75 خدمة في المدينة، كالنقل العام أو التعليم أو الضرائب أو الخدمات الطبية. طورنا بطاقة طبية إلكترونية في نور سلطان لم تطبق بعد في مدن كازاخستان الأخرى. من خلال التطبيق يمكن تحديد موعد في المستشفى والحصول على نتائج الفحوصات الطبية، وهو متاح لسكان المدينة ولضيوفها الأجانب. في العام الماضي استخدمه 3,500 سائح من 45 دولة. مفهوم المدينة الذكية يحسن الحياة في المدينة ويدعم المجتمع، وهذا يضع المشاركة المحلية في صلب النقاش بشأن النمو الاقتصادي والاستدامة.